اهلا وسهلا بكم في قناه عالم هبه. كرحب بكم في فيديو جديده ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والادوات والاجهزه والافكار الهائله للتنظيم وترتيب المنازل بكل سهوله ولتوفير الراحه اليوميه. منتوجات هي حديثه جدا وذكيه اللي غتساعدكم في الترتيب والتنظيم اليومي، ففيديو كله افكار وافاده، فخليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. وكيف العاده كنتمنى من لاول مره كيشاهد القناه انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. وايضا ما تنساوش تشجيعاتكم ليا باحلى لايك باش هكا يقدر الفيديو يطلع ويتشاف ويوصل الناس المهتمين بهاد المنتوجات. وكيف ما شفتوا معايا مجموعه ديال المنتوجات الرائعه واساسيه لداخل المنازل ديالنا، هكذا باش كتساعدنا باش نرتبوا المنزل، كذلك نوفروا الوقت والمجهود اليومي. وايضا حاجه مميزه في هاد المنتوجات الحديثه انها بواحد الحجم صغير بزاف، فهكذا ما غاديش ياخذ واحد المساحه اللي هي كبيره في المنازل، سخط المنازل اللي كتكون عندها مساحات صغيره. فمنتوجات اللي هي عمليه وغادي تنال الاعجاب ديالكم وغترت لكم المنزل بواحد الشكل هائل. وكيف ما لاحظتوا معايا هنايا عندنا غلايه اللي غلايه كهربائيه قابله للطي، ايضا هنايا حامل سيشوار وكتوفر على الوان مختلفه، ايضا كتوفر على واحد العريقات صغيرين ومجير صغير كذلك يمكن لكم تعلقوا فيه مستلزمات اخرى. ايضا هنايا مقطع اخر، واكتشفوا كذلك مجموعه ديال الاكياس اللي يمكن لكم توضعوا فيها بزاف ديال الاغراض وترتيب كذلك الثلاجه بواحد الشكل رائع، فايضا يمكن لكم ترتبوا بها حتى البلاكارات او الخزانات. فايضا هنا علقه من نوع اخر، فالفكره ديالها مميزه وايضا فقط كتلصق، فشي حاجه اللي هي روعه في هذه المنتوجات الحديثه اللي يمكن لكم فقط انكم تلصقوهم كما لاحظتوا معايا، فما بقاش داك الحفير هكذا، ما كتضيعوش الزليج ديالكم او الصباغه. فكذلك هنايا عندنا هاد الاداه اللي يمكن لكم تبتوا بها مجموعه ديال الاكياس، فايضا هنا شريط اللي لاصق يمكن لكم ايضا تعملوه هكذا في المطبخ او تعملوه كذلك في الحمام وتعلقوا فيه بزاف ديال الاغراض ديالكم، ويمكن لكم تقصوه على حسب الاحتياجات ديالكم داخل المنازل. فايضا انتقلوا المقطع الرائع والمميز للسيده الكوريه والزوج ديالها في ترتيب المنزل ديالهم كل حيويه ونشاط، وهما كيخدموا الاشغال اليوميه اللي هي اساسيه وضروريه، روتينات اللي هي يوميه بهذه المنتوجات والافكار الرائعه بفضل هاد يعني التكنولوجيا الحديثه. وفروا الراحه النفسيه والترتيب اللي هو بشكل رائع، اللي يمكن لكم ايضا انكم يعني تنظموا حتى الوقت ديالكم، سخطوا الناس اللي تيكون عندهم وقت قصير او الناس اللي كيكونوا خدامين عاملات، يعني بهذا الفضل هذه المنتوجات الحديثه فهي كتساعدكم بزاف باش تعملوا الاشغال اليوميه. فكما كتلاحظوا معايا هنا بوبيل اوتوماتيك والفكره ديالو عمليه، كذلك هنا مجموعه ديال غسالات الاحذيه وكتوفر على عده فرشات اللي يمكن لكم انكم تغيروها وتصبنوا فيها حتى الحويجات. ايضا هنا فكره ديال هاد المعالق اللي كيوت جدا وصغيره في الحجم، كذلك يمكن لكم انكم تستخدموها كذا استخدامات كما كتلاحظوا معايا، فالفكره ديالها عمليه ولذيذه جدا. كذلك هنايا مجموعه ديال العلاقات فقط كتلصق، يمكن لكم تعلقوهم فيهم مجموعه ديال الكراطات والشطابات، فايضا الفكره ديالهم هكذا زوينه وعمليه وكتوفر لكم مساحه داخل الحمام. فمجموعه ديال المستلزمات اللي هي ضروريه واساسيه باش انكم تقدروا ترتبوا المنزل ديالكم بكل سهوله. ايضا هنا مجموعه ديال المنظفات والمعقمات الرائعه اللي بواحد الجوده فعاله، فشي حاجه اللي هي كتستاهل ان ناخذ عليها شرح وريفيو باش اذا الى يعني خديناها من الاسواق نكونوا عارفين ديجا الاستخدام ديالها. فايضا هنا مجموعه ديال الاجهزه الالكترونيه وشي حاجه اللي ايضا ما غاديش نقدروا نستغناو عليها، هاشوار اللي عملي جدا، وايضا هنا حامل الاكواب، كذلك مجموعه ديال المكعبات بالنسبه لتنظيف الملابس، وايضا هنا منظفات كذلك ومعقم بالنسبه ايضا لتنظيف التواليت، فكذلك مجموعه ديال البوبيل مختلفه والفرشات اللي هي عمليه في التنظيف، كذلك مجموعه ديال المنظفات على شكل كرويات، فايضا هنايا طبيات اللي بالقوه ديالها ديال الامتصاص عاليه بالنسبه للسوائل، ايضا هنا رشاش من نوع اخر. فمجموعه ديال المستلزمات والتكنولوجيا الحديثه اللي ما غاديش نقدروا نهائيا نستغناو عليها داخل المنازل ديالنا،
فمنتوجات اللي هي جديد في جديد يوما بعد يوم من تكنولوجيا واختراعات عجيبة اللي يمكن ربما أول مرة غادي تشاهدوها معايا في هذه المقاطع ديال الفيديوهات اللي نالت الإعجاب ديالي. طبعا غادي تنال الإعجاب ديالكم وتتمنوها تكون داخل المنازل ديالكم باش أنكم تقدروا ترتبوا وتنظموا المنازل ديالكم بكل سهولة وأريحية. فأيضا مجموعة كذلك ديال التنظيمات والروتينات اليومية اللي بواحد الشكل رائع وعملي وبدون تعب ونفسية اللي هي مريحة جدا. كان نحاولوا أننا يعني نعطيكم شرح ديال هاد المنتوجات والتفاصيل ديالها باش هكا إلى يعني خديتوها أو شريتوها من المتاجر في البلدان ديالكم تكونوا عارفين ديجا الطريقة ديال الاستخدام ديالها. فمنتوجات اللي هي سهلة في الاستعمالات كذلك هاد المنتوجات هذه كلها يعني بواحد الجودة مميزة عالية الجودة. فأيضا هنا مجموعة ديال الطابيات المختلفة كذلك كاينين اللي بثلاثية الأبعاد فشي حاجة اللي هي روعة وعملية جدا. وبخصوص هاد المنتوجات والأدوات والأجهزة الرائعة الناس اللي مازالين كيسولوني عليه كنتمنى انكم تبداو من اول فيديو حتى التالي فما كتساليوش للاسف معايا مقاطع حتى لنهاية الفيديو هكذا كتضيعوا لكم مجموعة ديال المعلومات اللي تقدروا انكم تستفدوا من هاد المقاطع اللي كنشر معكم. فقط يعني كنشر معكم كنعطيكم واحد التكنولوجيا اللي هي حديثة وكذلك كنعطيكم معلومات باش انكم تقدروا تلقاوها وتستفدوا منها. فكنلقى مجموعة ديال الاسئلة المتكررة يوما بعد يوم مع اني كننزل جميع تفاصيل من معلومات باش انكم تقدروا يعني توصلوا لهاد المنتوجات. فعلى العموم غتلقاوهم في بزاف ديال المواقع ديال بيع الأجهزة الإلكترونية منهم موقع علي إكسبريس وأمازون وغيرهم. كنعطيكم فقط أسماء ديال المواقع ليس للإشهار فقط يعني مواقع اللي هي كبيرة بزاف هكذا إلى عجبكم منتوج من منتوجات اللي كنعرض معكم هكذا تقدروا تلقاوهم في هاد المواقع اللي كنذكر لكم. فيمكن لكم أيضا أنكم تستغلوا الفرصة كاين تخفيضات اللي كتكون مهمة تقدروا تاخذوا بأسعار منخفضة كذلك يمكن لكم انكم تلقاوهم في البلدان ديالكم كما كنقول لكم دائما ما عليكم الا تقلبوا جيدا اكيد غادي تلقاوهم. يمكن لكم تلقاو بعض منهم في الاسواق العاديه القريبه منكم كاين بعض الاخر عاد تلقاوهم في المتاجر الكبرى مثل ايكيا مرجان كارفور وغيرهم. وايضا دخلوا الجروبات اونلاين على صفحات الفيس كذلك القنوات ديال التليجرام فكاينين اللي كيبيعهم بالجمله وكاينين اللي كيبيعهم بالتقسيط. اما المتابعين ديالي داخل ارض الوطن يمكن لكم ايضا تعملوا لي سكرين المنتوج اللي حبيتو انا غنزل لكم الرابط ديال صفحه ديال بيع هاد المنتوجات اللي متوفره عندنا في البلد ديالنا فيمكن لكم تطلبوا المنتوج من هناك ويوصل لكم حتى المنزل ديالكم. وإلا عجبكم طبعا عندكم تجربه مده اسبوع الا ما عجبكمش تقدروا انكم تغيروه وهذه حاجه مميزه. فكما كتلاحظوا معايا مجموعه ديال المنظمات اللي هي متعدده الاستخدامات على حسب الاحتياجات ديالكم. ايضا هنا منظمات اللي كننظموا بها مجموعه ديال الملابس الداخليه او الجوارب او الشالات فهكا يمكن لكم انكم تزيدوا مساحات داخل الدولاب. وايضا هنا مجموعه ديال الخديات اللي ناعمه جدا وبالجوده ديالها الممتازه كما كتلاحظوا معايا فشي حاجه اللي هي مريحه جدا. ايضا هنا مقياس لكيو جدا اللي كيتلصق هكذا في اي زاويه عندكم في المنزل وتاخذوا المقاسات يوما بعد يوم وتشوفوا الطول ديالكم. فمجموعه ديال الافكار اللي هي رائعه. وايضا هنا الفكره ديال هاد السيليكون فهي عجانه فهي ضد اللصق فالفكره ديالها رائعه وعمليه كذلك ومفيده بالنسبه للوصفات ديال العجائن فيمكن لكم ايضا انكم تصبنوها وتوليو تعاودوا الاستخدام ديالها. كذلك هنايا عندنا مكبر الشاشه فيمكن لكم ايضا توضعوا الهاتف وتوضعوا بواحد الشاشه اللي هي كبيره يمكن لكم ايضا توضعوا كميه ديال الاغراض اخرى. فمجموعه ديال المنتوجات اللي هي رائعه ومفيده جدا. ايضا هنايا حامل الصابون اللي يمكن لكم ايضا تلصقوه بالحفير فمجموعه ديال المستلزمات اللي هي ضروريه لكل منزل وكاينين على حسب اضافيات فقط. كذلك هنا مجموعه ديال العلب ديال كيغدو اللي كيوت جدا واكيد غادي يحبوه الاطفال ديالكم. ايضا دخلوا المطبخ ونكتشفوا كذلك
اداه ديال السيليكون اللي كتجي هكذا بجانب الحوض، فالفكره ديالها مميزه وعمليه. يمكن لكم هكذا تحميو الملابس ديالكم باش انكم ما تبللش اثناء غسل الاوانير او الاشغال اليوميه. فافكار اللي هي عمليه جدا واكيد غادي تمنوها تكون في المنازل ديالكم. كذلك هنا مجموعه ديال الاكياس اللي كتحمي كذلك الهاتف باش ما تدخلوش يعني المياه، فايضا افكار اللي هي زوينه بزاف ومفيده جدا. فالطريقة هذه غادي تحافظ لكم على الهواتف ديالكم. فايضا هنا مجموعة ديال الرفوف المتميزة، اشكال هي خرافية، يمكن لكم ايضا تستخدموها في بزاف ديال منظفات ديال الجسم او منظفات ديال الحمام، فيمكن لكم ايضا تستخدموها حتى في المطبخ. فايضا مجموعة كذلك ديال القطعات الرائعة او المبشرة ديال الخضر والفواكه واللي كتعطيكم اشكال اللي هي زوينة بزاف، كتوفر على عدة رؤوس كما كتلاحظوا معايا. فهكا هالطريقة هذه كتوفر الوقت ديالكم والمجهود اليومي. وندخلوا لهذا المقطع الرائع والمميز، مجموعة ديال المنظمات والعلب الرائعة لتنظيم المطبخ او الثلاجة بواحد الشكل اللي هو بسيط، وادوات اللي ايضا رخيصة بزاف واللي كتوفر غير في الاسواق العادية جدا القريبة منكم. فعلى العموم كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش يعم فائده. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والدعم، ولهلا خدتكم عليا يا اغلى متابعات ومتابعين اينما كنتم. شكرا لكم على الدعم والمتابعه، ولهلا خدتكم عليا مره اخرى، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.